عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي حرم على عباده الظلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي حرم الظلم على نفسه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعث لأن يتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، حضرة رئيس هذه الجلسة وأعضاء لجنة التحكيم وأساتذتنا الكرام وإخواني الطلبة، حديثي معكم اليوم عن موضوع يهمنا جميعا أفرادا وجماعات ومجتمعات، ألا وهو الظلم وعواقبه. وهذا الموضوع من الموضوعات التي احتلت حيزا لا يستهان به في مصادر التشريع الإسلامي الأساسية، القرآن الكريم والسنة النبوية. إخوتي في الله، فأولا أرى من المناسب أن أبين أمامكم معنى الظلم في اللغة، وهو نقيل العدل. قال ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة: أصله ظلمة، فالضاء واللام والميم أصلان صحيحان، أحدهما يدل على ضد الضياء والنور، والثاني دال على وزع الشيء في غير موضعه تعديا وتجاوزا، وهو المعنى المراد في حديثي معكم اليوم. ومنه المثل العربي: من ازدرع الذئب فقد ظلم. إخوتي في الله، فما ينبغي هنا أن أذكر أمامكم أن العلماء والحكماء قد قسموا الظلم إلى ثلاثة أنواع: الأول ظلم الإنسان نفسه، الثاني ظلم الإنسان لغيره من عباد الله ومخلوقاته، الثالث ظلم الإنسان بينه وبين الله. يا شباب الإسلام، اعلموا أن الإسلام والظلم ضدان لا يلتقيان، وإن الظلم من أسوأ أنواع الذنوب ومن أحط الصفات البشرية، وهو مرفوض ومبغوض عند جميع الأديان والعقلاء. حرمه رب العباد على نفسه، وأمر عباده ألا يظالموا، وهو الداء الوبيل الذي يؤدي إلى هلاك الأمم وتدميرها. تنتصر الأمم العادلة ولو لم تكن مؤمنة، وتنهزم الأمم الظالمة ولو كانت مسلمة. ولذا قيل: العدل أساس الملك. إخوتي في الله، المتأمل لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد نصوصا كثيرة قد ذمت الظلم وحرمته وحذرت العباد منه. وقد ذكر الله تعالى الظلم ومشتقاته في نحو 89 و200 موضع في كتابه. وهذا القدر من ذكر الظلم ومشتقاته يدل على مدى خطورة هذا الداء العضال على الأفراد والجماعات والمجتمعات. يا شباب الإسلام، فإن من السنن الإلهية أن الله تعالى لا بد أن يأخذ الظالم ولو بعد حين. وأمامنا نماذج من الظلمة الذين أخذهم الله في الدنيا، وإن من أكبر الطغاة الظلمة الذين مروا في التاريخ وعجل الله لهم العذاب: نمرود الذي أراد أن يحرق إبراهيم، وفرعون الذي طغى وعلى في الأرض، وقارون الذي بغى على قومه، وأبرهة صاحب الفيل الذي حاول أن يهدم بيت الله. وفي التاريخ المعاصر كيف كانت نهاية هتلر وموسوليني، وكما له وتترك الذي ألغى الخلافة العثمانية، وأخبار الظالمين وما جرى لهم من العقوبة والعذاب كثيرة. قال الله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأما الأحاديث التي تدل على حرمة الظلم وسوء عاقبته فهي لا تعد ولا تحصى، من الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. أيها الحفظ الكريم، إن تجنب الظلم والابتعاد عنه أمر مطلوب ومحتوم شرعا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، اتقوا الظلم.
الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد يعجل الله تعالى عقوبة الظالم في الدنيا، كما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا أن نعمل بما نقول، وأن نجتنب الظلم وعواقبه الوخيمة. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكي إلى المنصة ما يستوى على هذا الموضوع. الخطيب 15 مختار حسين معين الحق، والمستعد بعد عبد المجيد.